السلام عليكم الناس الكل، معكم اليوم احمد كافو كالعاده في فيديو جديد. اليوم نتقابلوا في الابيزود نمبر 2 من السيري متاعنا فوت درافت رو تو جلوري. نراكم بعد الانترو. خيرتكم في الابيزود اللي فاتت ما بين مورينو، غريزمان، جيرارد، ماتويدي وهاملز، واخترتوا غريزمان اللي باش يلعب كاسترايكر مع الكابتن متاعنا كريستيانو رونالدو. عنا غريزمان كابيتور هو كريستيانو. بالنسبة للإموسي عنا فالبوينا اللي كان خيار وجب عليه، من بعد إسكو اخترته باش يعطينا اللينك مع كريستيانو رونالدو، وكيف كيف اخترت كروز باش يتربط مع إسكو، وكملنا مع الزر جانا كريشو بياك تيم اوف ذا سيزون فيرجن، بعد ألابا ديريار جوج من عزمة فما فجم، بعد ميراندا ومن بعد بيكي، وجانا داني ألفش كديريار دروا، ومن بعد جانا في الجول واحد من احسن الجيلين في اللعبه بالنسبه ليلي دياغو الفيش. من بعد خيرت هيغواين على اوكازاكي كارون بلاسمون، بعد اخترت بايت اللي بيش يكون عنده اضافه كبيره للاكيب، واخترت شورلي كارون بلاسمون ثالث، واشلي يونغ اللي عنده 4 ايطوال نحبه على الاخر، وطب الحق طياره جوار على الاخر ياريلو في اللعبه. بعد اخترت بوجبا فيرسيون 83، بعد اخترنا ديخيا كارون بلاسمون اخير. هذه الاكيب اللي باش نلعبوا بها، عندنا كريستيانو رونالدو، غريزمان، وبايت، وهما اللي باش يقودوا الاتاك نتاعنا. ندخلوا الكومبيتيسيون ونلونسيو الريشيرش على الماتش الاول. نلقاو الادفيرسير نتاعنا ونستناو باش نراو الاكيب. الاكيب نتاعو عنده اريكسون، فالكاو، سانشيز، مان اوف ذا ماتش توري، وسكند انفورم روني، انفورم سمولينغ، ودي ماريا. ندخلوا في الماتش، كريستيانو رونالدو يعمل البادي فينت، يتعدى بجوار، من بعد يعاود رولات يعدي دو جوار ويخسر كرة، لكن يعاود ياخوها، وفي الدقيقة 10 يفتح التسجيل من يحط الكرة على يسار الحارس. من بعد توني كروز ياخو كرة، يبدا كريستيانو الكونتر اتاك، يدخل بالرولات يعدي جوار، من بعد يعاود الرولات، من بعد يعمل بورول دراك باك ويعاود ستوب اند تيرن ويدخل منطقة الجزاء، يعاود البورول ومن بعد يشوت ويماركي الهدف الثاني في الدقيقة 44. من بعد توني كروز يعطيها لرونالدو، رونالدو يعطيها البايات اللي يرجعها رونالدو، رونالدو برولات يعدي جوار يعمل ستوب، وبعد يشوت بالاكستيريور متاع ساقه، لكن الكرة مشات الفوق شوية. من بعد في اول فرص لادفيرسير متاعي مورينو يعطيها ليا توري اللي يعمل يندو مع فالكاو، ومن بعد يعطيها الاريكسون اللي يعطيه له، بعد تخرج الكرة. من بعد كريستيانو رونالدو يعمل ستوب اند تيرن ويشوت، لكن الكرة يصد الحارس وتضرب في البار وما غير ما نعملوا بها شيء. يا خوة توني كروز يعمل ستوب، من بعد يقف يعمل اون رولي، لكن الكرة تمشي فوق الشباك. من بعد اريكسون ياخو كرة يعطيها الفالكاو في البروفوندور اللي يعطيها ما غير انانية لسانشيز، وسانشيز الجول فارغ ما غير ما يفكر يحطها في الشباك. من بعد توني كروز كوفران من بعد 27 مترو ديريكتومون يحطها في الشباك ويماركينا الهدف الثالث في الدقيقة 90. بعد ناخذوا الفرصة اللي بعدها، نقصوا له الكرة، توني كروز يعطيها البايات اللي يعطيها لكريستيانو رونالدو، واللي بالبيس متاعو يتفوق على الملاعبية متاع الادفيرسير متاعي الكل، يضربها على البار، وبعد الديفونسور متاعو غلطة يعمل غلطة ويماركي. هكايا وفاء الماتش الأول. ندخلوا الماتش الثاني ونستنوا الادفيرسير متاعنا. بعد ما قينا الادفيرسير نارو الاكيب متاعو، اكيب طيارة على الاخر، با ازارا، غويرو، سانشيز، وكلاين، وديخيا، توتس اللي باش يتعبنا برشا في الماتش هذايا. كريستيانو من اول فرصة يعمل سكوب تيرن، من بعد يعود سكوب تيرن مرة اخرى، يدخل يعمل بورول، ومن بعد الرولات ويشوت، لكن ديخيا كما قلت لكم باش يتعبنا برشا في الماتش هذايا ويعمل التصدي الاول. من بعد في اول فرصة للادفيرسير متاعي في الدقيقة 26، يايا توري يعطيها لازار، ازار وحده قدام الجول مستحيل يضيع ويماركي الهدف الاول للادفيرسير متاعي في الدقيقة 28. من بعد ازار يعطي كورة الاريكسون، اريكسون يعطيها الاغويرو اللي يعطيها لسانشيز، ودياغو الفيس تعديت كورة من تحته وما نجمش يوقفها.
من بعد الادفيرسير متاعي يعمل هجمة أخرى يوزع كورة وأليكسيس سانشيز يضربها فوق الجول. وبعد في الميتو الثاني عملنا شوية تغييرات، حطيت بايت سترايكر، خرجت غريزمان ودخلت بن عطية باش تكون ليكيب إكيليبري أكثر، ودخلت أشلي يونغ عوض كروز باش يعطينا حلول هجومية أكثر. كورة نعطيوها الإسكو، إسكو يعطيها البايت، بايت يعطي لكريستيانو اللي وحده يشوت، لكن طلع في مسيادة الأورجو. من بعد إسكو ياخو كورة يعطيها لشورلي، شورلي يعطيها لكريستيانو اللي يربح فينالتي. كريستيانو رونالدو يقف باش يشوت البينالتي، يشوت لكن الكرة تمشي بعيدة. من بعد تتقص الكرة، ياخذها إسكو يعطيها لكريستيانو رونالدو في البروفوندور، وحاجة غريبة برشا صارت، مدشت كيف كريستيانو ضيع الفرصة هكية. كيف كيف كريستيانو مرة أخرى ياخو كرة في البروفوندور ويضيع قدام الحارس المتألق دخية في البارتية هذية. ومن اللي بديت ونعود دخية بالحق منها، نجم تقول أحسن جول في اللعبة وبرهن على ذلك في البارتية هذية. ومن بعد كريستيانو رونالدو وحده قدام دخية بالسيق اللي صار يحط على جنب، كرة ضعيفة أرضية زعفة. من بعد أكويرو ياخو كرة لكن ميراندا يدخل وأكويرو يربح بينالتي اللي بالحق قعدت بيت كيف تحسبت بينالتي. حاضر كيما تشوفوا أكويرو شات ميراندا، معناها ميراندا ما من با مسو، وأكويرو مستحيل يضيع بينالتي ويشوتها ويحطها على يسار الحارس دييغو ألفيز. من بعد رونالدو ياخو كرة من عند بن عطية، رونالدو يدخل يعمل البورول اللي يعدي بها الديفونس كامل ويعمل اون رولي بالحارس، لكن الكرة تتضرب على البار. وهكايا كيفاش وفي الماتش خسرنا 3-1. بالنسبة لك تنجمو تشوفوا القواعد متاع الحلقة في الديسكريبسيون. دونك هذوما الملاعبية اللي باش نختاروهم، كما تشوفوا عنا ادرسون، كاكاوار، اكيتيتش، كوريا، اريكسون وفاكير. الشوا باش يكون عندكم انتم تقوى الليام متاع الفوت في الديسكريبسيون اللوطة. سو كان عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك سبسكرايب وشير وكومنت. كان معكم احمد كابو، باي باي. We'll be right back.